سجلت في رحلة لأدغال الأمازون، وكان الهدف من الرحلة شيئين أساسيين. واحد اللي هو تحدي النفس، وتحدي من كل النواحي، لأن من ناحية أن الواحد يعيش في بيئة تماما مختلفة عن البيئة اللي هو متعود عليها. يعني احنا نعرف احنا شلون حياتنا في قطر، حياة سهلة، مرتاحين الحمد لله، عايشين بنعمة ورفاهية، إلى يعني عالم تماما مختلف. وسائل التنقل فيه بسيطة جدا، منطقة مقطوعة عن العالم تماما، ما فيها تواصل مع العالم من أي ناحية غير أن التواصل الإنساني اللي هو live human communication. الهدف الثاني الأساسي من الرحلة أن نساعد الناس محتاجين من خلال نبني مدرسة في قرية منعزلة في الأمازون حق أطفال. والمدرسة هذه كانت موجودة من الأساس واحترقت، فكان يبون يعني يعيدون بنائها. احنا كنا مجموعة من القطريين والقطريات صغار في العمر من ما بين 17 إلى 24. شاركنا في الرحلة، رحنا للأمازون، بنينا مدرسة في القرية، وعشنا 3 أسابيع حياة تماما مختلفة. هاي كانت أول تجربة لي، وشيء تماما يعني ما جربته كلش في حياتي من قبل. فالصورة اللي كانت في بالي طبعا أكيد مختلفة عن لما الواحد يعيش الواقع، لكن الشيء اللي يعني حسينا فيه إن بعد كل ما تمر الأيام، كل ما تعودنا على الوضع أكثر، كل ما صار يعني تأقلمنا مع المكان، دمجنا أكثر مع أطفال القرية، الناس اللي عايشين هناك. لما بدينا في المشروع كنا احنا بنفسنا نروح الأدغال ونقطع الشير ونشيل الحطب ونبني بنفسنا. يعني حسينا الأول مرة في حياتي، أول مرة أحس صج بتعب العمال، لأن احنا قمنا بالفيزيكال أكتيفيتي، فكان يعني فيزيكال أند منتال تشالنج بوث أوف ذم. وبعدها لما رجعت قطر، هاي بالنسبة لي كان المرحلة اللي بقول مثل أحس إنها مرحلة الانطلاق. فكرت يعني أنا الحين خلصت، سويت هالشيء، أحس إنه يعني أبي أسوي شيء زيادة، أبي أتحدى نفسي، أبي أطلع من الكومفورت زون زيادة. I want to يعني أبي أتحدى نفسي، أبي أتحدى البيئة اللي أنا يعني عايشة فيها، إن يعني أطلع من الكالتشرال باريرز فور وومن، يعني سبيسيفيكلي حق الحريم والنساء. هني شاركت في رحلة إلى كليمنجارو، وكانت يعني التجربة كانت فترة قصيرة من بين ما رجعت ورحت، تقريبا يمكن 2 ولا 3. وكان الهدف من الرحلة إن نجمع تبرعات حق بناء مدرسة في حق أطفال غزة. وهاي بعد كانت تجربة كاملة جديدة، غير إن الفيزيكال تشالنج، وإن أنا هاي شيء يعني ما جربته من قبل، إن أتسلق جبل. الجانب اللي إحنا كنا لازم عشان إن نشارك في الرحلة، نكون جزء من الرحلة، إن نجمع تبرعات بنفسنا، وكل واحد يشوف طريقته. فأنا هاي كانت أول مرة في حياتي أن أجمع تبرعات. ما فكرت شلون، شنو الطريقة اللي شنو ممكن أسوي، شلون أروح أقول حق الناس، أستهدفهم وأقول لهم أن أنا بسوي كذي وكذي. الواحد لما يكون شيء صعب قدامه وقاعد يشتغل على شيء، يعني يحس ان التحدي وايد كبير، مرهق، متعب، في حزتها وقتها ما يفكر. يعني وايد جاتنا لحظات ان احنا فكرنا نوقف، صراحه فكرنا نوقف، فكرنا ان ما نكمل، فكرنا نرجع. لكن الشيء اللي خلانا يعني نوصل المشوار، ان احنا قلنا ان احنا جينا، يعني وصلنا يعني من قطر رحنا لين الأمازون. يعني هاي تقريبا درنا يعني نص العالم عشان نبني مدرسة حق ناس محتاجة. فإحنا جينا عشان مهمة وهدف معين، إنه نساعد ناس ثانيين. قلنا ما بنرجع إلا لما إحنا مكملين هالشيء. لما شفنا فرحة الأطفال قدامنا،
كانوا مستانسين غنوا لنا أغنية يعني كنوع من الشكر. فطبعا يعني صار في لحظة حزن وفرح في نفس الوقت. الفرح إن إحنا يعني قدرنا إن نوصل اللي إحنا كنا نبي نوصله حق الناس، قدرنا نكمل المشروع ونعطي الناس اللي هم محتاجينه. لكن الحزن كان في نفس الوقت على كثر ما إحنا كنا نبي نرجع ومشتاقين حق أهلنا ومشتاقين حق البلاد، إحنا كنا حاسين إنه يعني بنشتاق حق المكان، ما توقعنا هالشيء. واحد حلو لما يحس بإحساس لما يعطي الناس شيء هم محتاجينه، لما يساعد الناس الثانيين، لما يقدم شيء حق مجتمع ويمثل بلاده ويعطي صورة زينة حق بلاده. لا تطوفون الفرص من قدامكم. بعض الأحيان الفرص ما تي متكررة. face your challenges, conquer your fear. لا تخلون شيء يوقف في طريقكم. ما راح تحسون بالأتشيفمنت إلا لما تسوون الشيء. انشروا الخير، ساعدوا الناس. once you start doing something there will always be something else to do and you will feel more motivated, you will feel that urge and that need to continue pursuing what you want to do. كل شيء يعني ممكن يصير وما في أبدا هاي النهاية، لكن الشيء اللي ممكن يعني يكون شنو الشيء اللي بعده، شنو الشيء اللي ممكن أسوي زيادة، شنو أنا ممكن أعطي بلادي، شنو أنا ممكن أعطي المجتمع، شلون ممكن أفيد الناس. never give up. أي متفائلة لأن على كثر مثلا ما نحس إن إحنا في مجتمع يعني في أشياء أصعب بالنسبة حق المرأة، لكن في نفس الوقت نشوف إن المرأة قاعدة تلعب دور مهم وايد في المجتمع، في قطر وبرا قطر، وقاعدين يعني قاعدين يطلعون أكثر وقاعدين يبون يبرزون مكانتهم، يبون يحدثون تغيير إيجابي حق في المجتمع وبرا المجتمع، يبون يكسرون الحواجز، يبون ما يبون هاي الستيريوتايب ان احنا يعني والله احنا ما نقدر، احنا يعني ما نقدر نسوي، احنا غير قادرات. بالعكس يعني ما في مره ما تقدر تسوي شيء اللي تبيه. لكن النقطه المهمه جدا اللي كل مره لازم تعرف يعني تعرفها، وكل امراه وكل رجل يعني وكل انسان يبي يوصل حق الهدف، انه لازم يكون واثق من الشيء اللي هو يبي يسويه، لازم يكون عنده العزيمه والاصرار على انه يكمل. هاي اهم شيء. طبعا احنا قادرات على كل شيء. we can do it. of course we can.